بداية، ما خطورة مثل هذه الحادثة برأيك؟ السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. أهلا وسهلا. شكرا للاستضافة. بالنسبة لهذا الحادث، والله هو حادث مركب، وإن شاء الله ما يأثر على أرواح الناس اللي في الجو. هذا الحادث من السابق الأوان، تقرير فانسيما إذا كان هجوم سبراني أو خطأ بشري أو خطأ فني من السابق لأوانة، بس عادة اللي يثير الشكوك في هكذا أجهزة أو هكذا تركيبات ملاحية عادة يكون في بديل واحد وبديل ثاني وبديل ثالث. صحيح. يعني في هذه الحالة غريبة أنه الكل شت داون، شيء غريب. بس المهم الإجراءات اللي اتخذت حتى الآن حسب ما نسمع أنه منع الإقلاع ومحاولة تصريف الطائرات الموجودة في الجو وهبوطها في أقرب مطارات لتجنب الوصول إلى مرحلة الهبوط الطارئ، ما دام عندهم وقود. وحسنا فعلت آخر إصدار من هيئة الطيران الفدرالي الأمريكي أنه يمنع الإقلاع لحين إصلاح العطل، وإن شاء الله الأمور تعدي على السلام. كيف تفسر يعني عدم إمكانية استبدال هذا النظام؟ كما ذكرت يعني هناك نظام ثاني وثالث، هناك أنظمة بديلة لنظام بهذا الحجم. كيف تفسر عدم إمكانية استبداله بنظام إشعارات آخر بباك أب ربما يجب أن يكون موجود؟ والله أنت على حق تماما، هذا شيء محير، لأن عادة الطيران الفدرالي الأمريكي وخصوصا في الأجواء الأمريكية أنا عادة تعليمات السلامة نأخذها من الطيران الفدرالي الأمريكي، تقريبا هي تعليماتهم تسري على كل العالم، فكيف إذا في أجواء الولايات المتحدة هكذا عطل؟ هنا بدأت المؤشرات وعلامات الاستفهام تثار، كيف لا يوجد بديل مباشر يشتغل أوتوماتيكيا دون تدخل بشري؟ هنا تبدأ علامات الاستفهام. هنا ما حبب نلجأ لنظرية المؤامرة، خلي الناس تستقر، الطائرات تهبط وبعدها لكل حديث إن شاء الله. بطبيعة الحال البيت الأبيض طالب بفتح تحقيق في هذا في هذه الحادثة، وسننتظر ما سيصدر عنها. ولكن يعني هناك نقطة لافتة، إنه هذه الحادثة تزامنت مع تصريح أمين عام الناتو حول خطورة الهجمات السيبرانية في هذه المرحلة. برأيك يعني إلى أي مدى يمكن الربط بين هذين الحادثين نظرا ليعني المعلومات التي تؤدي إلى حوادث مثل هذه، المشاكل التقنية التي تؤدي إلى هكذا مشاكل، وكيف تحل، الوقت الذي تستغرقه للحل؟ سيدتي هكذا أمور وهكذا تصريحات، عادة نحن في التحقيقات الجوية لا نهمل لا شاردة ولا واردة، تصريحات وكذا وهذا. بس حاليا يعني نرجو من الله أن الطائرات اللي موجودة في الجو كلها تهبط في سلام، وبعدها حتى لو تأخر الإقلاع لحين إصلاح العطل ما فيش مشكلة، خلي الناس تتأخر ولا أحد يموت. تتحدث عن الطائرات في الجو، هل هذه الطائرات تم تأمين مطارات بديلة للهبوط بها، أم أنه ستتمكن من الهبوط بالولايات المتحدة ولكن الطائرات المغادرة هي التي تمنع من الطيران؟ لا لا، ما فيش طائرات مغادرة، خلينا نخلص من هذا. يجب في حالة إمرجنسي أو هذا very high emergency يعني عالي جدا تتوقف عمليات الإقلاع، هذا شيء بديهي، يجب أن تتوقف عمليات الإقلاع. أما بالنسبة للهبوط فهذه فيها عدة عوامل، الولايات المتحدة هي قارة ما فيش بديل، لأن السيستم ضرب في كل الولايات المتحدة الأمريكية من لوس أنجلوس إلى مطار JFK في الشام. فالولايات المتحدة في حالة الهبوط، وأعتقد الهبوط هذا الجهاز يعني الطيارين عادة يعتمدون على الهبوط البصري في هكذا حالات،
بس إذا كان في ضباب الأمور راح تكون أصعب. بالنسبة للمطارات البديلة، هم ما عندهم مطارات بديلة إلا في ربما في دول بديلة يعني في كندا بها. في كندا والمكسيك، فهذين الدولتين يخدموا فقط المطارات اللي قريبة من الحدود، لأن لازم نراعي موضوع الوقود. عادة الوقود وخاصة في أزمة طاقة والوقود غالي وكذا، مشكلة جديدة هذه أضغط عليها. فلازم الطيارين يحاولون يعني الرقابة الجوية الATC تبعدهم ما استطاعت ضمن الرينج اللي يقدروا عليه بالنسبة للوقود، وهذا موضوع سهل يعني نسبيا، انه يحسب الوقود اللي عنده، يحسب المسافة مع المطار البديل وينزل الطيار.